الخدمة مع 8 ديال الليل أنا جاية، لقاني هنا حدا القصب، دخلني القصب وبرك عليا بالعصا العينية، قال لي أنا ساكن في موسى بن علي، وبرك عليا يعطيني، كيضرب ويضرب ويضرب وأنا كنغوت، ما كاينش اللي يفكني. وقفت مولي الطنوبيل هربوا لي، وقف الطنوبيل الاخر هربت لي، وقف لي واحد مول الموتور واحد دري على رجلي ما بغاش يوقف لي، دري واحد دري بالموتور تا هو زاد شي دراري 4 تا هما هربوا لي، بغيت واحد وقال لي كنغوت، واحد قال لك اسمع لي وما ما جاش لي كاع، اسمعني كنغوت وما جاش ما فكنيش وكنغوت. عباد الله عباد الله عتقوني، عباد الله عتقروا، عباد الله تغلاني حالتي وزي لقيت ملينات الموتور، هربت انا دخلت خرجت المشروع للشارع بديت نغوت، ما كاينش اللي عتقني ولا والو، تكرفس عليا بزاف حالتي كي داير ليا، لا تكرفس عليا بغيت انا العرب اللون ديالو عاصمه يمر وقصير ولابس جاكيطه وصنداله، وانا الصندال ما شتاش، وعندو موطور عندو الموطور عندو كاسك داير كحل كاسك على راسو ديال اليوم ولينا خايفين على ريوسنا بهاد اللي كيتعدى على العيالات، ما بقيناش قادين نخرجوا، ما بقيناش قادين نمشيو للمدارس ديالنا، ما بقيناش قادين نمشيو لاي بلاصه، هادشي راه ماشي حق، وديجا مشينا للسلطات وما دارت معنا حتى شي حل، حتى شي حل ما دارتو معنا السلطات، لهذا حنا تلجأنا باش نخرجوا للشارع، ولكن خاص السلطات دير معنا حل، حتى تولينا حنا خايفين نمشيو مدرسة، خايفين نخرجوا، خايفين نمشيو لبزاف د الحوايج، والدينا كيخرجوا، خواتاتنا، خوتنا، وهادشي راه ما بقاش حق، السلطات خاصها دير معنا شي حل وخاصو يشدوه. السلام عليكم. من هذا المنبر المشروع عندنا كيعاني من بزاف ديال الخصاص، اول خصاص هو الامن والاستقرار. كاين واحد السيد اللي بزاف ديال الناس كيقولوا ان هذا السيد هذا خاص غير بالعيالات، لان العيالات محقورات، المراه ما تقدرش تدافع على راجلها ماشي بحال الراجل، كيلقى الفرصه في ذوك العيالات كيشدهم كيتعدى عليهم، يقدر يتعدى عليهم جنسيا يدي لهم الرزق ديالهم، بحال هاد المراه هادي اللي كانت العصا، هادي عبره ان المراه كتعيش هي وبنتها، عاشت معانا حنا في الكاريان كتعيش غير هي وبنتها، سيدي عباد حنا كنعرفوها وعندها مسؤوليه، يعني هي وهاديك البنت عندها كيعيشوا، ها هو تلقى لها ودار لها التكرفيسه، هاد الحاله اللي كتشوفوا نتوما على عينيكم، وحشومه لهاد نبقاو نطيحوا في هاد المواقف، حنا كنقلبوا على الامن والاستقرار.